بسم الله الرحمن الرحيم. بنستأنف اليوم في موضوع الحسابات الكيميائية. المرة الماضية بدينا نتعامل مع الحسابات وحسبنا قديش نسبة كل عنصر في مركب ما إلى ذلك. من أهم المفاهيم اللي بتلزمنا نفهمها جيدا لفهم كل الحسابات المتعلقة بالكيمياء مفهوم المول. يعني أي طالب بده يدرس كيمياء ولا بده يدرس تحاليل طبية ويكون حقيقة مش فاهم مفهوم المول، معنى ذلك في كل الحسابات القادمة إلى نهاية المساق حيضلوا مش فاهم. ولذلك هذا المفهوم مهم جدا إن نركز عليه. أنا ما بزعلش حتى لو أخذ إنه الطالب يفهم بربع ساعة بنص ساعة حتى بمحاضرة كاملة، أنا ما بزعلش. ليش؟ لأنه إذا حد بده يقول إنه بده يفهم كيمياء وحسابات كيميائية بدون ما يفهم مفهوم المول مش هيزبط معه إشي، حيضله إيش؟ مخربش. الآن إيش هو المول بالضبط ولإيش إحنا بنستعمل هذا المول؟ المول من أجمل التعاريف تبعته اللي مرت علي، مول or the mole is the chemist's dozen. المول هو دزينة الكيميائيين. طبعا احنا لو اجينا قلنا الدوزن، الدوزن يعني الدزينة. الان يا ترى الدوزن مرت علينا قبل هيك، ايش هي الدوزن؟ 12 قطعة. اذا باختصار الدوزن مضاعف عددي، واضح؟ طالما انه الدوزن مضاعف عددي احنا ارتضيناه وعرفناه وكلكم شاطرين وقلتوا انه الدوزن 12. بناء على ذلك لو انا بدي اجي اقولكم يا ترى هل في دوزن من الاقلام؟ نعم. هل في دوزن من الكتب؟ نعم. هل في دوزن من الكمبيوترات؟ لسه مترددين مش فاهمين. كل ما يعد في منه دوزن، 12 فرد مما يعد، هاي الدوزن، واضح؟ هل في دوزن من الكراسي؟ أكيد. هل في دوزن من البني أدمين؟ لما أقول إجا عندي دزينة شباب إيش معناه؟ إجا عندي 12 شاب، واضح؟ وحتى في الأغنية موجودة، أيام زمان كان غوار بغني 12 شاب بيسوا شاب وأنا بسوى دزينة، فالدوزن موجودة، واضح؟ الآن يا ترى هل الدوزن بالفرعيات تبعتها ممكن إنها تحتوي على أكثر من دوزن؟ هل الدوزن الوان دوزن لو إجيت اطلعت على الأشياء الفرعية اللي في داخلها ممكن تحتوي على أكثر من الدوزن؟ بالتأكيد. أعطيكم مثال، لو أنا مثلا إجيت قلت هذه إيش هذه؟ سيارة. السيارة لو بدي دوزن سيارات كم سيارة معناه؟ 12 سيارة. طب لو أنا إجيت قلت هذه الدوزن من السيارات كم عجل فيها؟ 12 في 4، إذا فيها 4 دزينات من العجال. واضح؟ الـ 1 dozen of cars contains 4 dozens of wheels. في 4 دزينات من العجال، يعني لو افترضنا احنا في مصنع صناعة سيارات وقاعدين بدنا نصنع سيارة وفي عندنا المخازن، قلنا لواحد مطلوب منا نشتري أو نصنع 12 سيارة، روح هات لنا هيكل. الهيكل بنقول هات لنا دوزن، بيجيب قديش؟ 12 هيكل. الآن شخص ثاني بدنا نبعته يجيب ايش؟ العجل، بنقول له هات لنا 4 دوزنز، بيجيب لنا 4 في 12 48. واحد ثالث بده يجيب لنا الابواب، على فرض انه هذه السيارة بابين من كل جهة، بيجيب لنا 4 دوزنز من الابواب. واحد ثالث بده يجيب لنا المرايات، في مرايتين على الجنب، بده يجيب 2 دوزنز من المرايات، واضح؟
فال1 دوزن اوف كارز ممكن تحتوي من الاشياء الفرعيه اللي فيها على ايش؟ على اكثر من دوزن. الان بالنسبه لنا عدد 12 للدزينه، يعني انه الدزينه مضاعف مقداره 12، بتناسب مع السيارات، بتناسب مع الاقلام، بتناسب مع الكتب، لكن هذا المضاعف بتناسبش مع الذرات والجزيئات. ليش بتناسبش مع الذرات والجزيئات؟ لانه الذرات والجزيئات صغيره جدا جدا جدا. يعني لو انا بدي اجي اقول اعطيني دوزن من الذرات، بده يقول لي يعني دوزن الذرات 12 ايش ذره. بنيجي طب انت قادر تشوفهم؟ لا. في ميزان في الكون قادر يوزنهم على الوزن تبع الذرة؟ ولما كنا ناخد الاتوميك ماس يونت مضروبة في 10 أس ناقص 24، صغار جدا. اذا يفترض انه الدوزن اللي في الكيمياء للاشياء الصغيرة جدا بدل ما هي 12 ايش يصير لها؟ تكبر، يصير عددها كبير 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 عشان نقدر نتعامل معها. وإلا لو أنا أخذت الدوزن من الذرات 12 مش شايفهم، لا قادر أشوفهم ولا قادر إيش أوزنهم. ولذلك إحنا في الكيمياء عرفنا الدوزن بمضاعف عددي كبير جدا جدا. زي ما كانت هنا الدوزن بتساوي 12 عددا، الآن بالكيمياء قلنا الدوزن تاعتنا اسمها المول، فالمول صارت موازية لإيش؟ للدوزن. الآن المضاعف العددي في الدوزن قديش كان؟ 12. في المول اللي هو مضاعف عددي أخذنا هذا العدد 6.02 في 10 أس 23، يعني كأني بدي أقول 6 وعدوا لكم إيش؟ 23 صفر، يعني 600 ألف مليون مليون مليون. ملاحظين؟ عدد إيش؟ كبير. اذا هي نفس فكرة الدوزن، لكن العدد تبعها اصبح ايش؟ العدد تبعها اصبح كبير جدا. الان لاحظوا كل ما ينطبق على الدوزن، انه الوان دوزن ممكن انه يكون فيها دوزنز فرعية مختلفة لجزيئاتها، ايضا سينطبق على ايش؟ على المول. يعني الواحد مول ممكن انه يكون فيه اكثر من مول من المكونات تبعته، هذا الموضوع مش خلافي. الآن لاحظوا لما أنا بدي أجي أتعامل في المختبر، بحس حالي إنه أنا انتقلت من مشكلة إلى مشكلة حقيقة. ليش؟ أنا في كل الأحوال لما بدي أتعامل مع المواد عشان أعمل التفاعل الكيميائي تبعها، يعني خليني أقول بدي أحضر المية عشان نفهم. المية عبارة عن إيش؟ O2 زائد H2O. وهذه المعادلة لما بدي أوزنها أنا كيف بوزنها؟ بقول من هنا 2 و2، صارت موزونة المعادلة. واضح؟ يعني هنا عندنا 4H 2O2، اوكي موزونة. الآن لو اجيت بدي اخلط الكميات، بقول لو بدي انا اخذ جزيء واحد، المعادلة في الأساس هي عبارة عن ايش؟ موليكيولز، جزيئات. جزيء من الأكسجين يتفاعل مع 2 جزيء من الهيدروجين بيعطينا 2 جزيء من المية. طب لو اجينا قلنا لواحد لو سمحت اعملنا هذا التفاعل، تعال اخلط لي بالضبط جزيء من الاكسجين مع 2 جزيء من الهيدروجين، بيجي بتطلع بيلاقي انه جزيء الاكسجين صغير جدا جدا جدا، لا يرى ولا يوجد موازين انها تقدر تطلع لي اياه بالضبط. وجزيء الهيدروجين كذلك صغير كتير كتير كتير. بناء على ذلك هل في حد بيقدر يمسك او يوزن جزيء من الاكسجين مع 2 جزيء من الهيدروجين عشان يعمل هذا التفاعل؟ اذا انا متواجه بمشكلة.
أسهل إشي إن نعمل من هذا إيش؟ مضاعف عددي كبير. الآن لما إجينا قلنا المضاعف العدد الكبير المول صاحبنا، بناء على ذلك إجينا نقول المول هذا 6.02 في 10 أس 23 بده يتفاعل مع اثنين، بده يتفاعل مع اثنين في 6.02 في 10 أس 23 عشان يطلع لي اثنين من هذا. يعني كأنه بنقول انه 1 دوزن من هذا بتتفاعل مع 2 دوزنز من هذا. او حولت معادلة الموليكيولز الى معادلة مولات، 1 مول بتفاعل مع 2 مول بيعطينا 2 مول. احنا بنفكر بهيك انه تريحنا، بنيجي نشوف حالنا فعلا تريحنا ولا ما تريحنا. بنقول في الاول كنا بدنا جزء لا شايفينه ولا قادرين ايش نوزنه، قلنا خد الدوزن، الدوزن 600 ألف مليون مليون مليون. مين بيقدر يعدها؟ يعني لو واحد بده يمسك اساسا الجزيئات صغيرة ومش شايفها، وانه بده عد هذا العدد الكبير برضو ايش مشكلة. مين بده يقدر يعد 600 ألف مليون مليون مليون؟ ما زلت بتواجه مشكلة. هذا بدي أنا الإنسان يقضي كل عمره وهو بيعد العدد المناسب من هدول، لما يخلص بده يعد قدهم مرتين من هدول، بتواجه بإيش؟ بمشكلة. الآن هنا بيجينا فائدة هذا المفهوم، إنه هذا المول المعروف عدده معروف وزنه كمان، ومعروف وزنه بالجرام. هذا المول اللي عدده هالقد وزنه بالجرام باختصار بيساوي، اذا بحكي عن عنصر الاتوميك ويت، واذا بحكي عن جزء الموليكولار ويت، ان جرام. طبعا كل المختبرات فيها ايش موازين بتوزن بالجرام. يعني لو انا اجيت بدي اسال في هذه المعادله واقول انه هذا المول من الاكسجين الان، وبدي اعمل المعادله، شوف كيف قاعد بسهل على حالي. الاكسجين قديش الاتوميك ماس له؟ 16 في 2 32. الان الواحد مول من هذا هو عباره عن ايش؟ 32 جرام. في المختبر بقدر اوزن 32 جرام؟ اكيد ميزان عادي بيوزن لي اياهم. بيتفاعلوا مع 2 مول من الهيدروجين، قديش الهيدروجين؟ 1 ضرب 2 في 4، كأني بقول 32 جرام بدهم يتفاعلوا مع 4 جرام، بدهم يعطوني 2 مول من هذا. 2 قديش المية؟ هذه 18، هذه 2، هذه 32، 2 في 18 36 جرام. لاحظوا كيف انه معادلة المولات صرت احولها لمعادلة ايش؟ جرامات. بناء على ذلك لو انا بدي شوية مية، ما العدد اللي بدي اخلطه؟ بدي اخلط عدد ولا بدي اخلط وزن؟ ولكن هذا الوزن معروف العدد، وزن. انا اللي عندي في المختبر ميزان، لكن انا لما بخلط 32 جرام بكون متاكد انه هدول 32 جرام قديش عددهم؟ هذا لانهم 1 مول. لما بخلط انا ال 4 جرام بكون متاكد انه هدول قديش عددهم؟ 2 في هذا، لان واضح. لما بيطلع عندي ال 36 جرام 2 في هذا. بناء على ذلك المول ساعدني اني احول المعادلة اللي بدي اعمل حساباتي معها من معادلة جزيئات الى معادلة جرامات، في النهاية جرامات اللي انا بيساعدني وبحسبه اللي هو ايش؟ الجرامات. واضح؟ من خلال هذا التعريف الجامع الكامل المانع الجميل للمول، اللي بيقول انه الواحد مول عددا
وزنا. واضح؟ إذن المول له عدد وهذا العدد له وزن. طبعا المول لكل مادة بيختلف عن إيش؟ عن الثانية. يعني لو أنا مثلا بدي أجي أقول مول من السي أو تو، ثاني أكسيد الكربون، قديش وزنه؟ حتقولوا الكربون 12 والأكسجين 16، 12 و32 يعني لو واحدة اجيت قلت لها هاتي لي هذا العدد من ثاني أكسيد الكربون، قعدت بدها تمسكه وتعده وهي أساسا مش شايفتك. الشاطرة الثانية ايش بتعمل؟ بتروح بتوزن لي 44 جرام وبتقول لي هدول ال 44 جرام هي عددهم. واضح؟ اذا المول عمل لي علاقة ما بين العدد وما بين الوزن. واضح؟ وانا اللي بتعامل معه حقيقة في المختبر ايش؟ الوزن. الان هذه المعادلة لأغراض التناسب بقدر استعملها. يعني لو كنا بنقول الوان مول هالقد عدده، وسألنا سؤال يعني عيب الواحد يسأله لناس شاطرين زيكم، قال طب النص مول، نص ضرب تبادلي. طب لو اجا وقالنا لو سمحت في عندكم مثلا هذا العدد من الذرات، نفترض 3.2 في 10 أس 20، كم مولاته؟ 3.2 في 10 ضرب 1 على. واضح؟ الآن طيب لو احنا كنا بنحكي مثلا عن ثاني أكسيد الكربون اللي بيقول انه الوان مول هاي عدده ووزنه قديش بالجرام؟ 44 جرام. لو اجى قال لي هذا العدد من ثاني أكسيد الكربون، من جزيئات ثاني أكسيد الكربون، كم وزنه؟ هذا العدد في 44 على هذا العدد، هاي النسبة تناسب. واضح؟ اذا انا قاعد بقدر اتحول ما بين قيمة المول، ما بين العدد، ما بين الوزن. واضح؟ بالمناسبة هذا الكلام لو اجى وقال لي كم وزن جزيء ثاني اكسيد الكربون، بقدر احسبه؟ كأنه بيقول لي انه هذا العدد من الجزيئات كله وزنه. طب الوان موليكيول ايش بده يساوي؟ 44 ضرب 1 اللي هي 44 جرام على 6.02 في 10 أس 23. واضح؟ فهنا في عندي نوعين من التناسب، ايا منهم بقدر استعمله، بين هذه وهذه، بين هذه وهذه، بين هذه وهذه، اي تناسب حسب السؤال بقدر انا استعمله، وبالتالي اتنقل ما بين العدد والوزن وقيمة المولات بسهولة كبيرة جدا. الان نشوف هذا الكلام في المسائل اللي عندنا هان. Calculate the number of H atoms in 0.350 mol of C6H12O6. أنا بديش أحل بهذه الطريقة، بدي أحل بطريقة شوية نكون فاهمينها أكثر إحنا. الآن هذا الجزيء اللي هو C6H12O6 غالبا جزيء إيش؟ الجلوكوز، سكر الجلوكوز. الآن أنا القاعدة اللي عندي إنه الواحد مول من الجلوكوز بيحتوي على قديش عدد؟ 6.02 في 10 أس 23، هذا كله جلوكوز. طيب الآن لما هو بيجي بيقول لي الـ 0.350 مول بتحتوي على قديش؟ 0.350 ضرب 6.02 في 10 أس 23. واضح؟ نيجي نشوف هذا الكلام، 6.02 في 10 أس 23 ضرب 0.350 يساوي 2.11 في 10 أس 23.
الآن هذا العدد عبارة عن إيش؟ موليكيول من الجلوكوز. شو صيغة الجلوكوز؟ H12O6. هذا عدد الجزيئات من هذا. الآن هو مش طالب مني كم جزيء يحتوي، يعني لو كان طالب مني إنه كم جزيء يحتوي البونت 3-5، الجواب هو هذا موليكيول، لكن هو إجا طلب مني الذرات. الآن الواحد موليكيول بيحتوي على كم كربون؟ 6. على كم هيدروجين؟ على كم أكسجين؟ طب الآن هذا المقدار لو بده عدد الكربونز بدي أقول إيش؟ ضرب هذا المقدار ضرب 6. لو بده عدد الهيدروجين ضرب 12. لو بده عدد الأكسجين هذه 6 من الأساس. واضح؟ يعني لو قال لي قديش عدد الكربونز في هذا العدد من الجزيئات، بدي أخذ عدد الجزيئات في كل جزيء كم كربون فيه؟ 6. مزبوط ولا لا؟ زي ما نيجي نقول في عندنا 50 سيارة، كم عجل فيهم؟ 50 × 4. في عندي هالعدد من الجزيئات كم كربون فيهم؟ إذا الجزيء الواحد فيه 6، إذا العدد ضرب الجزيء الواحد في الهيدروجين فيه العدد ضرب 6. هو اللي كان طالبه أي واحد فيهم؟ عدد الهيدروجين. بناء على ذلك بده يقول 2.11 ضرب 12، بيطلع عندكم الجواب اللي موجود هنا 2.53. الآن هو لما اشتغل هنا بالتناسبات حتلاحظوا انه عمل نفس الاشي، يعني ضرب البونت 350 ضرب 6.02 على 1، والجواب اللي طلع ضربه في 12. احنا هنا ضربنا بونت 350 ضرب 6.02 على 1، واللي طلع ضربناه في 12. نفس الكلام ولا لا؟ لكن كل انسان يعني باي نوع بده يحسب هالتناسب العملية ايش ممكنة. الان نشوف مثال ثاني. Calculate the number of moles of glucose in 5.380 gram of glucose. الآن أنا بعرف إنه ال 1 مول من الجلوكوز قديش بيساوي وزنا. بنجمع هدول، هدول 180. إذن ال 1 مول 180 جرام باختصار. لما هو يجي يقول لي كم مول عندي في الفايف 5.380 جرام، كم مول فيهم؟ بقدر اطلع الجواب ولا لا؟ 5.38 ضرب 1 على 180، ولا اسهل منها. واضح؟ 5.38 هي اللي حاسبها انا. 0.0298 مول. الآن لاحظوا، طب لو كان السؤال فرع باء اللي هو يمكن سأله ولا ما سألوش، إنه إجا قال لي كم جزيء جلوكوز في هذا العدد من الجرامات؟ لو قال لي كم جزيء جلوكوز في هذا العدد من الجرامات، أنا طلعت المولات من نفس معادلة التناسب، أو يؤدي الكلام إن هنا أضرب في عدد افوكادرو بطلع عدد الايش؟ الموليكيولز. بطلع عدد الموليكيولز. او لو كتبت المعادلة التناسبية الكاملة اللي هي مكتوب فيها 6.02 في 10 × 23 بتساوي 180 جرام، اذا الفايف بتساوي قديش؟ واضح؟ فكأنه لو طلب مني عدد المولات بحسبها، لو طلب عدد الجزيئات بحسبها. الآن لو طلب جوا الجزيء عدد الفرعيات بضرب في إيش؟ في العدد اللي موجود، زي المثال اللي حليناه قبل شوية. نشوف المثال الثاني، مين شافت وصارت فهمها عطول إيش بيقول؟
converting moles to grams. Calculate the mass in grams of 0.433 mole of calcium nitrate. أنا مرة تانية بدي أقول ال1 مول من الكالسيوم نيتريت طبعا وزنه قديش؟ 164 جرام. أيوه محسوب هدول معطى. الآن لما يجي يقول لي ال 0.433 قديش بيكونوا بالجرام؟ 0.433 ضرب هذا على هذا. لاحظوا أنا إيش هو طالب مني؟ الويت. لاحظوا هذا الويت لو أنا إجيت أطلع عليه إيش بيساوي؟ 41 جرام. الويت إيش بيساوي؟ اللي هو الـ number of moles ضرب الموليكولار ويت. هاي الويت هذا number of moles ضرب موليكولار ويت، خلص بنلغي الواحد. الآن طب خلينا نشوف المعادلة بطريقة تانية. لو كان معطينا 2 جرام وعلى نفس هذا التناسب قال لي كم مول فيهم؟ اه حنقول المولز بيساوي 2 على واضح؟ هاي بالتناسب بده نمبر اوف مولز 2 ضرب 1 على 164. الان هذا الكلام بخلينا نعمل شبه قاعدتين اسهل ما كل مره نعمل التناسب. انه لو طلب مني النمبر اوف مولز بقدر اقول باختصار النمبر اوف مولز ويت على موليكولار ويت من نفس هذا التناسب. هاي نمبر اوف مولز ويت على موليكولار ويت. طيب لو كان عندي انا الويت وبدي النمبر اوف بدي عندي المولز بدي الويت مولز ضرب هدول جايين من التناسب وهدول كتير بنضل نستعملهم. يعني دائما نيجي بنقولكم 2 جرام من CO2 هاي مثلا 2 جرام من CO2 اكم مول؟ عطول حتقولوا الاثنين على 44. النمبر اوف مولز ويت على موليكولار ويت. يا بديش كل مرة أقعد أكتب المعادلة التناسب ربع ساعة. مجرد ما هو بيعطيني الويت بطلب المولز النمبر اوف مولز ويت على موليكولار ويت. الآن لو كان عندي نمبر اوف مولز بدي أحوله إلى ويت، الويت بيساوي مولز ضرب موليكولار ويت. لو حد حفظ معادلة من هدول ما هي الثانية مشتقة منها، واضح؟ فأسهل إشي نحفظه إنه نمبر اوف مولز بيساوي ويت على موليكولار ويت. هذا تلقائيا بخلي انه الويت بيساوي مولز ضرب موليكولار ويت. هدول العلاقتين بنصير لسرعة الاستخدام كتير نستعملهم. الان لو احنا اجينا قلنا بدنا من الحسابات نستفيد من هذا الكلام لحساب الامبيريكال فورميولا. ايش احنا عرفنا ابتداء الامبيريكال فورميولا لما اخذناها؟ السمبلست، لا مش اقل نسبه، سمبلست هول ريشيو، يعني اقل نسبه بسيطه، يعني اعداد صحيحه، واضح؟ اقل نسبه واعداد صحيحه، يعني ما ينفعش اقول واحد لواحد ونص. لو كانت عندي واحد لواحد ونص وبدي احسبها اقولها بشكل سليم، ايش بدي اقولها؟ اثنين لثلاثة. يعني لو عندي نسبة مثلا كربون لهيدروجين وطلعت واحد الى واحد ونص، بنفع هيك اسيبها؟ بدي الهول. وقتها ضرب اثنين بدها تصير اثنين الى اثنين، الواحد لواحد ونص، اثنين لثلاثة. الان هذه سيمبلست ريشيو، بس هذه السمبلست هول ريشيو. فانا لما بدي اقول لكم بدي الامبيريكال فورمولا، لو الجواب طلع عندكم زي هيك بدي اخليه عدد صحيح. يعني لو في نص بضربه في اثنين، لو في ثلث بضربه
لو في ربع بضربه، لو في ثلثين بضربه بثلاثة، بس بثلاثة. يعني لو افترضنا حليتوا مسألة طلع الكربون للهيدروجين عندكم واحد إلى 1.66، السكس سكس أو السكس سيفن هذه ماشية واحد وثلثين، مظبوط ولا لا؟ هذه لو بدي أحولها لعدد صحيح في إيش بدي أضربها؟ ما هذه ثلثين، البوينت سكس سيفن أنا عارفها ثلثين، بس أضربه في ثلاثة بتصير ثلاثة إلى خمسة. ملاحظين؟ هذه هي هذه، بس هذه سيمبلست ريشيو، هذه سيمبلست هول ريشيو. لما انا اكون بدي منكم امبيريكال فورمولا، ات از ذا سيمبلست هول ريشيو بتوين ذا مولز، هي اساسها في التعريف ما بين الجزيئات والمول مضاعف لايش؟ للجزيئات. إذا الامبيريكال فورمولا سيمبلست هول ريشيو بتوين ذا مولز. طيب الآن لو افترضنا عندي مركب مثلا فيه كربون وهيدروجين وبده يطلب مني الامبيريكال فورمولا، أعطاني الويت، هل بقدر يعني قال لي هذا مقداره هالقد وهذا هالقد، هل بقدر أنا أحسب النسبة ما بين الأوزان؟ هي النسبة بين المولات. اذا الويت لازم يصير مولز، وبعد ما حول الى مولز باجي بحسب. يعني لو افترض مثلا قال لي في عندك جزء الكربون فيه نفترض وزنه 0.5 جرام، اوكي، والهيدروجين فيه 2.0 جرام، شو الامبيريكال فورمولا له؟ واضح شو الامبيريكال فورمولا له؟ انا اللي بدي اعمله انه هذا الويت بدي اخليه مولز. دائما عشان تحويل الويت الى مولز ايش بنعمل؟ بنقسم على الموليكولار ويت او الاتوميك ويت. الكربون قديش؟ الهيدروجين واحد اتش، بنحسب هذه بيطلع عندي المولز، بيطلع عندي المولز. لما يطلع المولز منها بدي اعمل الريشيو. طبعا كيف بدي اعمل الريشيو؟ لو قلت 0.5 تقسيم 12 طلع عندي 0.042، وهنا لو قلت 2 تقسيم 1 2 2.0، اوكي. الان هذه نسبه المولات، لما بدي الريشيو كيف بحسب الريشيو؟ بقسمها على الأقل، مين الأقل فيهم؟ 0.042، هذه 0.042، واضح؟ لما أقسم على الأقل هذا حتطلع واحد، هذا حتطلع خمسة، خلينا نفترضها 0.04، 2 على 0.04 خمسة، واضح؟ إذا هانا بإيش بدها تكون الإمبريكال فورميولا؟ مثلا C1H5. فطريقة التعامل الآن نحفظها كسكيم، انه انا لو عندي ويت، الويت بدي احوله المولز، والمولز بدي احولها الى الريشيو، وانتبه انه تكون عندي الهول ريشيو. يعني لو طلع عندي واحد ونص واحد وربع بدي اعدل ايش؟ بدي اعدل حالي. اذا ويت مول ريشيو، شوفوا اللي بده يتريح في الدراسة بده يعرف انه قصة الامبيريكال فورمولا ويت بصير مول ريشيو. نشوف مثال على هذا الكلام. هنا بيجيب لنا بارا امينو بنزويك اسيد، ودائما لما بيجيب لنا اسئلة عشان ما نضلناش نفكر انه احنا بعاد عن الكيمياء، بيجيب لنا استعمال المركب في الحياة. يعني بيجي بيقولنا في مركب اسمه بارا امينو بنزويك اسيد، بعدين بيقولنا يمكن تكون شفته مكتوب باختصاره بي اي بي اي بارا امينو بنزويك اسيد ان يور بوتل اوف سان سكرين، في العلبة تبعت العدسات هدول السائل، واضح؟ فهو مركب له ايش؟
استعمال. الآن دائما القصة اللي بيحكي لنا إياها عن المركب بتفيدنا كثقافة، لكن بتفيدناش بحل المسألة الحسابية. يعني لو حد مستعجل يوم الامتحان هذه القصة تبعته كله بدوش يفهمها، إنه لإيش أنا بستعمله؟ بحل الحساب. لكن اللي بده يتعمق يحس بطعم الكيمياء بلاقي إنه كل مركب بحاول يجيب لنا وين أنا بستعمله في الحياة عشان يشعرنا بأهمية إيش؟ الكيمياء. الآن هذا المركب البارا أمينو بنزويك أسيد بيقول لي فيه كربون وفي هيدروجين وفي نيتروجين وفي أكسجين بنسب وزنية معينة، 61.31 وزنيا كربون، هالقد هيدروجين، هالقد نيتروجين، هالقد أكسجين. دائما إذا بيكون عندي نسبة مئوية وزنية بقدر أتخيل إنه كأنه العينة الكلية وزنها 100 جرام. الآن إذا العينة الكلية وزنها 100 جرام إذا الكربون كم وزنه؟ 61 لأنه يمثل 61%. الهيدروجين كم وزنه إن جرام؟ النيتروجين، الأكسجين، هاي عينة من 100 جرام، هاي هدول موزونين. أسهل إشي إذا أعطاه نسبة مئوية أتخيلها مباشرة أنها نسبة وزنية بالجرام. الآن هل إحنا القاعدة اللي قلناها بدنا النسبة بين الوزن ولا بدنا نحوله إلى مولز؟ كيف بحوله على مولز؟ على الأتوميك ماس، على الأتوميك ماس. يعني لما يكون كربون تقسمه هيدروجين على 1، نيتروجين 14، أكسجين على 16. الآن لاحظوا بهذه الحالة طلع المولات، هذه المولات الامبريكال فورمولا هي النسبة بين المولات، ريشيو. مين أصغر وحدة فيهم؟ البوينت 7288 بقسم عليها، إذا هذا حتطلع 1، هذا حتطلع 2، هذا حتطلع 7، هذا حتطلع 7. صار الفورمولا تبعتي الامبريكال فورمولا C7H7N1O2. واضح؟ إذا احنا ما عملناش اشي جديد ولا غريب. ويت مولز ريشيو، ويت مولز ريشيو هي النسبة ما بين المولات، الامبريكال فورمولا النسبة بين المولات. تخيلوا لو حد غلط وراح عملها نسبة بين الجرامات وقسم على اقل جرامات، لازم في الاول الجرامات يحولها على مولات من خلال قسمتها على الاتوميك ماس. هذا اكمال الفرع اللي حكينا عنه، اوكي. وهذا مثال ثاني تكرار لنفس الفكره، لكن بدل البارا امينو بنزويك اسيد استعمل الاسكوربيك اسيد، وبيقولكم انه هذا الاسكوربيك اسيد لو واجهكم في الحياه هو فيتامين جيم. تعرفوا من الحمضيات والفواكه بناخد فيتامين جيم وضروري للجلد، ونقصه بسبب مرض لما كان يطلعوا البحارة ما يأكلوش الأشياء الطازجة، مرض الإسقربوط. كل هالكلام هذا مرتبط بفيتامين جيم. أعطاني نسب وزنية، كيف بدي أشتغل؟ ويت مول ريشيو، خلصنا. الآن أحياناً بيمشي فيا خطوة كمان للخلف. هو الآن أعطاني الويت، بيجي بيقول لي طب أنت الويت أنا أعطيتك إياه، لكن من وين جبناه؟ كتجربة. واضح؟ الويت من وين جبناه؟ بيقول كويس، خلينا نفترض إنه عندنا عينة مثلا فيها كربون وهيدروجين وأكسجين، عارفين مركب سامبل، هذا المركب فيه كربون وهيدروجين وأكسجين، كيف أنا بطلع وزن الكربون؟ كيف بطلع وزن الهيدروجين؟ كيف بطلع وزن الأكسجين؟ بيقول بنيجي لهذا المركب بنحرقه بالأكسجين. لما نحرقه بالأكسجين بده يطلع عندي ثاني أكسيد كربون وماء والحرارة.
الآن ثاني أكسيد الكربون في الجهاز ممكن أحط فلتر يمتصه وبوزن الفلتر قبل وبعد، الفرق بينهم بيطلع إيش؟ وزن ثاني أكسيد الكربون. إذن كأنه كل الكربون اللي عندي في الجزء حولته إلى إيش؟ لكربون في داخل السي أو تو. طيب في عندي في الجزء هيدروجين، كل الهيدروجين اللي عندي حولته لهيدروجين موجود في داخل إيش؟ المية الـ H2O والأكسجين، بكون الفرق بين التنين. يعني لما أنا عندي وزن العينة الكلي معروف، إذا طلعت وزن الهيدروجين اللي في المية ووزن الكربون اللي في ثاني أكسيد الكربون، الفرق بينهم وزن إيش؟ الأكسجين. بصير السؤال طيب كيف أنا بدي أطلع؟ أنا اللي بيعطيني إياه بالتجربة الماس أوف سي أو تو والماس أوف ووتر، هل من وزن المية بقدر أطلع وزن الهيدروجين؟ هل من وزن ثاني أكسيد الكربون بقدر أطلع وزن الكربون اللي فيه؟ بالتأكيد بالتأكيد. انتبهوا معي، باختصار الماس أوف كربون إيش بيساوي؟ لما يكون عندي ثاني أكسيد كربون بسأل نفسي السي او تو هذا كله قديش في كربون؟ 12. قديش وزنه الكلي؟ 44. إذن باخذ النسبة 12 على 44 في هاي نسبته في داخل الجزء في الماس اوف سي او تو. يعني لو أنا مثلا عندي 44 جرام نفترض سي او تو، قديش بده يكون منهم كربون؟ 12. لو عندي اقل 12 44 في وزن. طب لو بدي الماس اوف هيدروجين، بدي اقول الهيدروجين موجود وين؟ باي نسبة في الاتش تو او؟ 2 على 18 في الماس اوف H2O. واضح؟ إذن عملية حساب وزن الكربون ووزن الهيدروجين عملية إيش؟ سهلة. لما يضل عندي وزن الأكسجين وعندي وزن العينة الكلي، حسبت وزن الكربون والهيدروجين وعندي الوزن الكلي، شو بضل؟ الفرق بينهم وزن الأكسجين. عرفت الثلاث أوزان إيش بدي أعمل؟ ويت مول ريشيو. لاحظوا احنا كنا نبدأ بالويت، الآن هو الويت غلبني، يعني هنا طلع قيمة اسمها الويت، هنا طلع قيمة اسمها الويت، بالفرق طلعنا قيمة للأكسجين اسمها الويت. الآن بعد ما عملنا هالكلام بدنا نمشي على المعادلة، خدناها ويت مول ريشيو، زي هيك بدنا نشتغل ويت مول ريشيو. واضحة الفكرة؟ فإحنا بس اللي نضاف علينا إنه أخذنا خطوة كيف بالتجربة في جوا المعمل بنطلع الويت من خلال تحويل الكربون كله إلى سي أو تو، ومن خلال تحويل الهيدروجين كله إلى اتش تو أو واستعمال هذه المعادلات. خلينا نشوف سؤال. هاي في عندنا مسألة لو اجينا بدنا نقرأها، بيحكي لنا عن مركب اسمه ايزوبروبيل الكحول. هذا الايزوبروبيل الكحول كحول بنستخدمه في المستشفيات وفي التنظيف وفي التعقيم. واضح؟ الايزوبروبيل الكحول is composed يعني متكون من كربون هيدروجين اند اكسجين. يعني كأنه عمال قاعد بيقول لي انه العينة كربون هيدروجين اكسجين. هذه العينة قديش وزنها اللي هو اخدها وعمل عليها التجربة؟ 0.255 جرام. لما عمل التجربة بدها تطلع له ثاني اكسيد كربون، قديش وزنه ثاني اكسيد الكربون؟ 0.561. وبدها تطلع له مية، قديش وزن المية؟
0.306. واضح؟ الآن لما بدي أحسب الكربون، إيش أنا اتفقت؟ بدي أقول 12 على 44 ضرب هذا الوزن. سيبنا من كل هالكلام، طلعوا معي 12 على 44 ضرب وزن CO2 طلع لي وزن الكربون. لما بدي وزن الهيدروجن 2 على 18 ضرب وزن المية طلعنا وزن الهيدروجين. الآن أنا عندي التوتال، التوتال اللي هو قديش قلنا عنه 0.255. إذا هي وزن كل العينة 0.255 وهذا وزن الكربون هذا وزن الهيدروجين، إيش بده يصفى وزن الأكسجين؟ الديفرنس 0.255 ناقص هذه وهذه، بيطلع عندي وزن الأكسجين in this case 0.068 جرام. الآن هذه المعادلة صارت سهلة. ويت عطول وانتم مغمضين، ويت مول ريشيو، طبعا عشان احولها على مول في حالة الكربون بدي اقسم على، في حالة الهيدروجين بدي اقسم على واحد، في حالة الأكسجين على 16، بيطلع المولز على أقل قيمة بيطلع عند الريشيو. واضح؟ يعني هي كانت الفكرة إن نصل للماس. لما نصل للماس حلينا كتير مسائل، الماس كيف بتصير مولز، والسيمبلست ريشيو أو السيمبلست هول ريشيو هي اللي بدنا إياها. الآن الكلام اللي هنا المور ريليشن شيبس هو توضيح لكلام احنا حكيناه حقيقة كيف نحسب الموليكولار ويت، وكيف انه الوان مول من مادة ممكن يكون في عدد اكبر مولات من الفرعيات المكونة له. واضح؟ لكن حقيقة اهم فكرة للمولات انه انا احسبهم لحساب الكميات المتفاعلة. يعني أنا لما بدي أعرف قديش الكميات اللي بتتفاعل عندي حيلزمني مفهوم إيش؟ المول. ناخذ مثال، لو أنا بدي أجي أقول مثلا تفاعل هيدروجين مع الأكسجين يعطيني مية، أعمل منه معادلة موزونة 2H2 غاز زائد O2 غاز بيعطينا 2H2O، هاي معادلة موزونة. أساس المعادلة أنها بين جزيئات، يعني كأننا بنقول 2 موليكيول من الهيدروجين بتفاعلوا مع 1 موليكيول من الأكسجين بيعطينا 2 موليكيول من المية. الآن المول مضاعف عددي للجزيئات، بناء على ذلك بإمكاني أنه بدل كلمة موليكيول أكتب مضاعفها، أقول 2 مول من الـ H2 بتفاعل مع 1 مول من الـ O2 بيعطينا 2 مول من الـ H2O. صارت المعادلة بالنسبة إلي لغرض الحساب بدل ما هي مذكورة بالموليكيولز أصبحت بالإيش؟ بالمولز. واضح؟ فالنسب أو الكوفيشنتس اللي موجودين في المعادلة بصيروا هما نسب المولات المتفاعلة. طب يا ترى هذه النسب بقدر أحولها إلى نسب وزنية؟ بسهولة جدا، لأن هناك علاقة ما بين المول والموليكولار ويت. يعني لما بدي أقول 2 مول H2 بدي أسأل هدول اللي بين القوسين ال H2 قديش وزنها؟ 2. بدي أقول 2 ضرب 2 4. لما بدي أقول 1 مول من O2 ال O2 قديش؟ 32. 1 في 32 الآن ال H2O قديش؟ 18. 2 في 18 لاحظوا كيف الآن المعادلة المولية صارت معادلة وزنية. صار 4 جرام من الهيدروجين بتفاعلوا مع 2 جرام من الأكسجين، 32 جرام أكسجين بيعطونا 36 جرام مية. لو إحنا بنتطلع هل هذه المعادلة تحقق قانون بقاء المادة؟ أكيد. كمية المادة الداخلة في التفاعل تساوي كمية المادة الناتجة من التفاعل. طيب لو لقيت إجا وسأل أي سؤال تناسبي، يعني
قالنا إذا هذه المعادلة الوزنية لو يا ترى إحنا أعطيناك 1 جرام من الهيدروجين، بتقدر تقول لي مع قديش بتفاعل من الأكسجين وقديش بطلع من المية؟ ولا أسهل منها، 1 في 32 على 4 نسبة تناسب. إذا 4 بتفاعلوا مع 32، 1 في 32 على 4 8. قديش بطلع من المية؟ إذا 4 بطلعوا 36. 1 بطلع 1 في 36 على 4 وما زلنا محققين لإيش؟ لقانون بقاء المادة. المواد على المتفاعلة كلها 9 جرام والنواتج كلهم 9 جرام. واضح؟ لكن أهم نقطة في هذا الموضوع إنه هذه المعادلة، معادلة يعني هذه الغلطة اللي البعض بيغلطها أول ما يتعلم بعدين ببطل يغلطها بتوب، إنه هذه المعادلة معادلة مولات. ما أجيش أنا أعطيكم إجرامات هنا أقول كل 2 جرام قديش بدهم من هذا وتروحوا تضربوا إجرام في مول. بنفعش التناسب، واحد منهم يكون مول والتاني جرام. إما إنه هذا الجرام بدي أحوله لمول بقدر إن أقسمه على الموليكولار ويت بصير مول، وقت بطلع من هذا مول وبرجع بحوله لجرام، أو كل هذه المعادلة أحولها ل إجرامات. لكن لحظة ما بدي أعمل التناسب بنفعش إنه يكون واحدة بالمول والتانية بالجرام، ما بنفعش. ولذلك أنا لما اشتغلت صح قلت كل هذه المعادلة بالمولات مثلا خلينا أخذها كلها بالجرامات، بعدين لما أجي أقول 2 جرام من هذه قديش بتتفاعل معها؟ 2 جرام في 32 جرام على 4 على 4 جرام حتى الوحدة بتطلع صح بالجرام، جرام في جرام. واضح؟ بيطلع الكلام صح. فنكون منتبهين لهذا الكلام، يا إما بده يكون التناسب كله مولات أو يكون التناسب كله جرامات، بس ما حدش ياخد لي جزء مولات يضربه في جرامات بيصير عنده إيش؟ أخطاء. هاي هنا معادلة، واضح؟ معادلة حرق الجلوكوز في وجود الأكسجين، معادلة حرق الجلوكوز في وجود الأكسجين. هذا لما بيحترق بيعطينا ثاني أكسيد كربون وماء. الآن هذه المعادلة وأي معادلة بتعطى إلنا نعتبرها مباشرة معادلة مولات، بطلنا عن موليكيولز، كل المعادلات معادلات مولات. يعني كأننا بنقول 1 مول من الجلوكوز بتفاعل مع 6 مول من الأكسجين بيعطينا 6 مول من ثاني أكسيد الكربون مع 6 مول من المية. الآن إجا سألنا السؤال اللي تو حذرنا منه، قال 1 جرام من الجلوكوز. يا ويلكوا إذا إنسان إجا قال 1 جرام من هذا بطلع قديش من من المية. الآن إذا حد ضرب الجرامات بالمولات بيكون عمل إيش؟ مصيبة. لكن هل هذه بقدر أخليها معادلة جرامات؟ الجلوكوز هذا أنا حافظه 180 جرام والمية حافظها 18 في 6 208 ولا 108؟ 108. واضح؟ هاي الجزء اللي لازمني أنا للجواب، 180 جرام بطلعوا 108 جرام. الآن وقتها لما بدي أجي أسأل 1 جرام قديش بطلع؟ 1 في 108 على بتصير سهل. بس بنفعش إنه الواحد أروح لازم يكون هذا جرام 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 اللي بضربهم، عشان أنا لما بدي أنفذ هنا أقول إنه الماس اللي هنا بتساوي 1 جرام ضرب 108 جرام على
180 جرام واشطب الجرامات مثلا جرام مع جرام الجواب النهائي ايش بده يطلع؟ بالجرام. عشان الوحدات تزبط معي. هاي كمان مثال حتى نرسخ هذه الفكرة الحسابية. مرة تانية زي ما حكينا بده يحكي لنا عن أي مثال بيحاول يجيب لنا إيش استخدامه في الحياة. فبده يحكي عن الليثيوم هيدروكسايد. بيقولنا إنه الليثيوم هيدروكسايد is used in space vehicles to remove the carbon dioxide gas exhaled by astronauts. يعني لما الناس بيطلعوا بمركبة الفضاء فوق، بعض الناس بغلبونا بيقولوا إحنا هندسة لإيش الكيمياء. طب هندسة وصممتوا مركبة فضاء كويس، أول ما بدكوا تطلعوها إيش بدكوا تعملوا؟ بدكوا تولعوا وقود كيمياء، تمام؟ طلعتوهم فوق ومسكر عليهم، بدوا يتنفسوا يطلعوا ثاني أكسيد الكربون. ثاني أكسيد الكربون بيخنقهم، بدي طريقة أمتص ثاني أكسيد الكربون عشان يضلهم عايشين. ملاحظين؟ وقتها أنا بقول في مادة عندي بتتفاعل مع ثاني أكسيد الكربون اسمها ليثيوم هيدروكسايد. الليثيوم هيدروكسايد بتفاعل مع ثاني أكسيد الكربون الغاز السام اللي بده يضرني، بحول لي أو الغاز الخانق بحول لي يا لليثيوم كربونات صلب وخلص بودرة صغيرة. يعني هاي أنا أتخلص، أنا مشكلتي في إيش؟ ثاني أكسيد الكربون الغاز. شوفوا إيش حطيت له تريك، ليثيوم هيدروكسايد تفاعل معه أعطاني ليثيوم كربونات زائد الماء. الآن السؤال اللي هو بيسألنا إياه بسيط جدا، بيقول يا ترى 1 جرام من الليثيوم هيدروكسايد بمتص قديش؟ بمعنى بتفاعل مع قديش من ثاني أكسيد الكربون؟ بخلصني من قديش من ثاني أكسيد الكربون؟ هل بقدر أنا هنا أعمل تناسب؟ لكن لما أقول هذه 2 في الليثيوم هيدروكسايد وزنه قديش؟ 23 24، وهذا 1 في 44. هاي هيك المعادلة صارت إيش؟ إنه 48 جرام بتفاعلوا مع 44 جرام، 1 جرام بتفاعل مع قديش؟ بده يأخذ 0.919 جرام. يعني انه كانه 1 جرام من الليثيوم هيدروكسيد امتص عندي من هذا الغاز الخانق ثاني اكسيد الكربون 0.919 جرام، وهذا يعتبر شيء ممتاز جدا. فالعلاقة ما بين النسب قديش بتفعل مع قديش او كم ينتج من كم، كله بنحله من خلال معادلة ايش؟ تحويل معادلة الجزيئات إلى معادلة مولات. بيجينا الآن في هذه المنطقة فكرة إضافية، إنه إحنا المعادلات هذه لما بناخدها توي لسه ملناش دقيقة، قلنا كم جرام من هان بتفاعل؟ 48 جرام مع، يعني لو إنسان بده هذا التفاعل كامل إيش الأصل يخلط الخلطة الصحيحة اللي ما يزيد فيها إشي؟ بده يخلط 48 جرام بيختفوا جميعهم وبينتجوا هذا الليثيوم كربونات والمية. المية قديش وزنها؟ 18 جرام. والليثيوم كربونات الليثيوم 7 في 2 14، والكربون 12، والأكسجين 48 60 74. ولاحظوا هل هذه معادلة سليمة وزنيا؟ يعني 74 و18 قديش؟ 92. وهدول معادلة تحقق قانون ايش؟ بقاء المادة، فيش فيها مشكلة. الآن البعض أحيانا ممكن لما يجي يعمل تفاعل ما يلتزمش بالنسب المحددة. يعني أنا إذا بدي تفاعل كامل كل هدول يتفاعلوا مع كل هدول، بدي أخلط بالضبط
48 جرام من هذه مع 44 جرام من هذه، أو 2 مول من هذه أخذها بالمولات مع 1 مول من هذه. طيب يا ترى لو إجا إنسان خلط من هذه 2 مول ومن هذه 2 مول، بهذه الحالة انتبه معي، بهذه الحالة هو خلط من هذا زيادة، أنا قديش لازمني؟ إذن أنا هذا الآن قادر أقول عنه أنه موجود إيش؟ إكسس، واللي هانا عامل محدد. الآن كأنه بالضبط أنه من هدول الاثنين مول بدي أقول واحد منهم بتفاعل وواحد بزيد. ليش بدك تقول التفاعل بمشيش؟ بهمش. الآن لما هو غلط فعل 2 مول مع 2 مول بدل ما يفعل 2 مع 1، التفاعل طلع أشطر منه. الاثنين قالوا من هدول الاثنين أنا بدي 1، والثاني بيضلوا إيش؟ إكسس زيادة بتفعلش، وبيطلعوا مول من هذا ومول من هذا. واضح؟ اللي ضلت خلص ما تفعلتش، ما تفعلتش. بدي أسهل عليكم، لو أنتوا الآن بدكم تروحوا تروحوا على بيوتكم، واقفين على موقف البصات عددكم 100، إجا بص سعته 50، تمام؟ الآن مين اللي بتحكم؟ اللي موجود بالعدد الأقل ولا الأكثر؟ البص. الآن البص حياخد 50 ويمشي فيهم، و50 حيضلوا يتفرجوا ما عملوش إشي، حرين يجي بص تاني يركبوا بسيارات مش موضوعنا. وضحت فكرة الليميتنج رياكتنت؟ انه بتكون في عندي مادة كلها ستستهلك ومادة تانية حيكون في منها ايش؟ زيادة. الآن هذا موضوع الليميتنج رياكتنت الحقيقة في التعامل معه في تعاملين، في تعامل سهل بناخده الآن بدقيقة، وفي تعامل لا بياخد وقت الصحيح بنبدأ المرة الجاية. التعامل السهل جدا اللي كلنا ممكن نفهمه إذا كانت المعادلة نسبتها 1:1، فتعاملي معها سهل. يعني لما بدي أجي أقول أنا HCl زائد NaOH، إيش هذه؟ NaCl زائد H2O، عارفينها. الآن لو إجا إنسان معين وراح خلط من هذا 0.5 مول، تمام، ومن هذا 0.7 مول، هو هيك جاب، واضحة الفكرة؟ الآن من الذي سيتحكم في التفاعل الأقل؟ بناء على ذلك لو كانت النسبة 1:1 فالأقل هو اللي بدنا نسميه إحنا limiting reactant. طب والثاني excess. ملاحظين كيف أنا بحدد الليميتنج رياكتنت والإكسس؟ إذا النسبة في المعادلة 1:1 الجواب سهل جدا، الأقل هو الليميتنج رياكتنت، والليميتنج رياكتنت بنقول عنه it will react all of it، كله بده يتفاعل، كله بده يستهلك. واضح؟ الآن الإكسس حيستهلك منه بعدد هذا. إذن الاماونت اوف اكسس لما انا بدي اقول قديش بزيد، قديش مقدار الزياده، كاني بقول البوينت 5 ويل رياكت وذ 0.5، اذا الاكسس 0.2 ما تفعلتش. واضح؟ طب لما بدي اجي احسب النواتج اللي بتطلع بحسبها اعتمادا على ايش؟ على الليميتنج رياكتنت ولا على الاكسس؟ على الليميتنج رياكتنت. اذا كم سينتج هنا عندي من الـ NaCl؟ 0.5. كم سينتج من الماء؟
0.5 حسب النسبة اللي في المعادلة. إذا النواتج تعتمد على الليمتنج رياكتنت مش على الإكسس. ليش؟ لأنه هذا مش كله تفاعل. الآن كأنه الآن بنقدر نكون فاهمين المعادلة بشكل أوضح، إنه أنا خلطت 0.5 لقت قدامها 0.7 تفاعلت منهم مع 0.5 وسابت منهم 0.2 اكسس ان رياكتد وطلعت. هدول لما حسبتهم حسبتهم اعتمادا على 0.7 ولا على الليميتنج رياكتنت؟ اذا النواتج تحسب اعتمادا على، واذا كانت المعادله بنسبه 1:1 كيف نجد الليميتنج رياكتنت؟ الاقل. الان اذا كانت المعادله بنسب مختلفه عن 1:1 كيف نجد؟ في المحاضرة القادمة إن شاء الله لها حسابات دقيقة حتى نتعرف على الليمتنج رياكتنت. شكراً.